راديو نيل. يلا. تقول الأسطورة، يعني في أسطورة كده بتقولك إيه، إن البني آدم كان في يوم من الأيام كان موجود في مكان تاني. طبعا ده كلام فارغ، يعني مش شرط إنه الكلام ده يكون حقيقي، ولكن في ناس في الدنيا مقتنعين إن ممكن يكون فعلا أنت كنت موجود في حتة تانية بتعمل حاجة تانية. يعني مش شرط تكون موجود في صورة هيثم اللي قدامي، أنت ممكن تكون كنت موجود على هيئة شجرة عادي، يعني أنت كنت موجود في حتة ما بتعمل حاجة تانية غير اللي أنت بتعملها دلوقتي. ولذلك أوقات بتحس إن أنت عندك حنين لأماكن معينة، الأماكن دي ممكن تكون بعيدة عنك، ممكن يبقى عندك حنين لثقافة، الثقافة دي أنت ممكن تكون ولا عشتها ولا جربتها ومع ذلك انت مؤمن بيها جدا. انا مش فاهم ليه. انا اكيد كنت وردة فلة، حاجة مفحفحة كده، يعني حاجة تصور الناظرين اكيد. امال ايه اللي جرالك؟ الزمن قلاب. يا عم ما هي اسطوره، تمام، بنتكلم في اساطير، ماشي. لا بس فعلا في اوقات بتحس ان انت بتنتمي من روحك كده لحته. والله العظيم انا ما عندي اي سبب، بس انا منتمي. منتمي لايه بقى؟ يعني انت لو فكرت كده انتمائك رايح فين؟ انا مثلا يعني انا متهيالي ان انا كنت ممكن ابقى في يوم من الايام عارفه في البحر سمكه، اهو انا اللي كنت هناك، انا بحب ده جدا. امال انا ليه شايفاك ديناصور؟ مش عارف، الحنجره دي حنجره ديناصور، يمكن ديناصور بحري ما اعرفش. بس يعني انا فعلا انا بحب ان انا اكون موجود في البحر طول الوقت، بعمل اي حاجه في البحر. اوكي، عايم بغطس بسنوركل، اللي بعمل اي حاجه في الدنيا انا ببقى مبسوط في البحر. انت بقى فئه الحيتان اللي هي القروش الحوت الاسمر، عارفاه انا الحاجات اللي هي الابيض اللي هي بتبقى في طول المركبه، عارف، وفي عرض اللي هو في التيك توك والانستجرام اللي هو بيعدي بالعرض من تحت السفينه دي، عارفه؟ ايوه هو ده، ده هو ده. انا اللي كنت معدي من تحت، محدش يعرف يصطاده ابدا. تمام، بس يعني هو محدش يعرف يصطاده ابدا. صلي على النبي. اوكي، في ايه اللي حصل؟ تمام. طب تفتكر انا لو في زمن تاني كنت هبقى ايه؟ بس بالراحه عليا عشان احنا اصحاب. لا هقول لك في الاوف اير، اكيد مش هقول لك على الهواء، يعني مش هينفع. طب انا هقول هو قال ايه اوف اير. اتفضلي. ناموسه. بس انا مش فاهمه، هل ناموسه يعني نسبه الى التقريص، ولا ناموسه اللي هي الزنانه؟ فانا عايزك تفصلي في الموضوع ده دلوقتي. ماشيها زنانه. تمام. طيب يا جماعه، طيب احنا نرجع لسؤالنا. طب ما نروح هو بس احنا عايزين نسال الناس برضو، انت حاسس ان انت لو كنت موجود في زمن تاني كنت هتبقى موجود هناك بتعمل ايه؟